تشوف انه الاي نايت مظلوم حاليا. بالعكس، هو طول حياته كان مظلوم، ولكن هذه الفترة لا، هو كان مظلوم ايام امباكت، ما استخدموه يعني كما ينبغي في اخر تاريخه في امباكت، ودخل شركات بطقة ومسخرة وكذا. ولما دخل دب دب اي بعد ما يعني كان عنده تاريخ حيل كبير وكبر بالعمر، قالوا خلاص ما تقعد الا بالانكستي، وبيضها واشتغل اشتغل 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 اشتغل. اول ما طلع من الانكستي عشان يدخل على سماك داون، غيروا اسمه وغيروا كل الجيمك والتقديم ماله وكذا، وكبتوه كله بسبب فينس مكمان. لحسن حظ الاي نايت راح فينس مكمان، جاء تبل ايج. اول ما جاء تبل ايج، وتبل ايج يحب كل شباب الانكستي، قال خلاص ارجع لاسمك الاصلي القديم والستايلك واسلوبك وروح. ومن هذا الوقت وعلى طول بدع، وصاروا الناس يحبونه شوي شوي. واللي خدمه حيل 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 خدمه، ممكن الناس يستغربون من هذا الشيء، براي وايت. وفاة براي وايت اتاح مجال لي انا الي نايت، رغم اني انا احب براي وايت حيل، ولكن احنا نتكلم كبزنس. الحين عودة ذا روك، عودة اي جي ستايل، عودة راندي اورتن في برنامج الي نايت اللي هو سماك داون، رد مرة ثانية الي نايت يعني يتوارى عن الانظار. انظلم برسلمانيا اللي طافت اللي كانت في الي، هذا كان شيء حيل محبط، والسبب من جديد كان فينس مكمان لما رد. فالي نايت يعني مشواره دايما يا اما بالسماء يا اما تحت الارض، فهذا هو. وانا اشوف اكثر ناس ظلموه هم الجمهور. الجمهور يقولون عنا انت تقلد ذا روك وانت تقلد ستون كولد. طيب ذا روك وستون كولد كانوا تعلموا من منو بعد؟ من ماتشو مان راندي سافيج، من هولك هوجن، من كل اللي قبلهم. واللي قبلهم تعلموا من منو؟ من اللي قبلهم. اي كان في واحد حيل قديم قبل هولك هوجن، هولك هوجن قلد كل شيء منه، شو اسمه، السوبر ستار بيلي غان، هذا لو تشوفه تقول هو هولك هوجن. هولك هوجن قلده 100%. فالي نايت بالعكس يعني لما قابلوه قالوا له ايش رايك بكلام الناس ان انت تقلد ستون كولد ستيف اوستن وذا روك، يقول انا لاحظت ان في شيء مفقود بعالم المصارعة، اللي ان الواحد يتكلم بأريحية بحماس بستايل اتيتود بستايل زمان التسعينات، وهذا اللي يحب الجمهور وانا قاعد اقدمه. فرده كان عجيب الصراحة، وكان رد حيل مقنع. فانا اشوف حاليا لا، مو مظلوم، مقموت بس مو مظلوم. اللي ظالمه بعض الجمهور، ولكن نفس ما صبر كل السنين اللي طافت، راح يروح ذا روك، راح يروح رومان رينز، اي جي ستايلز ما راح يطول حيل، واي جي ستايلز اصلا ما راح يصارع باستمرار يعني فتره ويروح فتره ويروح. نفس الشيء راندي اورتن، فراح يبين. انا متاكد انه بعد رسلمانيا القادمه بعدها الاي نايت راح ياكل كل شيء، واحتمال ان السنه رسلمانيا مو هذه اللي بعدها الاي نايت يكون هو البطل، هذا توقعي. واسألوني عن المصارعة، أنا أهوى هذا الشيء. وشكرا جزيلا على سؤالك.